يومياً الساعة 9 نفتح المكتبة. طبعاً النظام هنا الكتب، في عندنا كتب لغة ألمانية، في لغة إنجليزية، في لغة عربية. الكتاب حسب كبره، إذا كتاب كبير تسجل اسمه يأخذ الكتاب 3 أيام، بس يخلص القراية في يرجع الكتاب يأخذ غيره. يعني المكتبة مفتوحة لكل الصغار كبار، في كتاب كل الأعمار، في كتاب شعر، في كتاب كل قراءة على الحضارة، في على التاريخ، في جغرافيا، تقريبا كامل هنا. إن شاء الله في كتب، اسمع إنه في جاي في 1000 كتاب تحصل على المكتبة. والعالم صارت اللي تضيع وقتها هون وتتسلى هون وتاخذ شوي معلومات عن الكتب وعن اللغات وعن الترتيبات اللي بأوروبا. هاي المكتبة قدمت لي انه يعني روح يعني إنسانية، اني اعيش بغير الجو اللي كنت عايش مكتئب كآبة. كانت هون عم نضيع وقتنا. الذي هاب وباحث لم طبعا المكتبة تقديم اليون. اليون هي اللي جابت تقريبا الاغراض كامل ومساعدة من الاسبان، في كم شخص اسباني جاب لنا الكتب. بالنسبة للمكتبة، هو يعني في البداية الموقع من اليو ان، وهي يعني مشروع فوق الممتاز.